مين فينا ما يعرف طرزان؟ يعني الشخصية اللي انكتب فيها روايات ونعمل عنها عشرات الأفلام، واللي من كثر ما الناس تعودت عليها صار في شريحة حتى مأمنة أنها مو شخصية خيالية وأنها شخصية حقيقية كانت موجودة قديما. لكن من جديد ظهر في فيتنام رجل بدأ الناس يسموه طرزان الحقيقي. فالرجل اللي عمره اليوم 45 سنة عاش 24 سنة منها في الأدغال، وقصته أنه هو وأبوه وأخوه هربوا من حرب فيتنام للأدغال وبدأوا حياة كاملة في البرية بعاد عن أي بشر أو مظاهر تحضر، فكانوا يبنوا مأوي أو مأوى لهم، كل شيء من الأشياء اللي يعني حولهم في الأدغال، ويأكلوا عسل وكائنات برضو من اللي موجودة في الأدغال، وكل ما كانوا يشوفوا بشر بيقربوا عليهم كانوا يهربوا أبعد. لكن من كم سنة قرروا لسبب ما أنه يروحوا يعيشوا في قرية صغيرة، وهناك الناس اختلطت بطرزان الحقيقي زي ما بيسموه، اللي بيوصفوه بأنه طفل بجسم رجل. فمثلاً يعني هو ما يعرف إيش يعني ذكر أو أنثى وإيش الفرق بينهم، وكانت أول مرة يشوف ست لما وصلوا القرية. هو كمان ما بيفرق بين خير وشر أو جيد وغير جيد، ولو طلبت منه يضرب شخص مثلا أو يتخانق معه فحيعمل كده بوحشية رغم كل ملامحه البريئة. هذا طبعا غير أنه لا يفقه شيء عن الأدبيات أو المفاهيم الاجتماعية. عموما ما فات كم شهر على حياتهم في القرية إلا ورجع طرزان مع والده للأدغال لأنه ما قدر يعيش بين الناس.